السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد بإذن الله. النهاردة ما هنعمل فيست شكله جميل جدا، هيطلع في الآخر من قماشة فضلة، بس هي جاية لي كده. يعني هي دي بالظبط متر في عرض 150، دي ميلتون متبطنة تقيلة جدا، وزي ما انتوا شايفين من تقلها الحرف بتاعها مبروم، وتعبني جدا عقبال ما قصتها وعقبال ما فردتها زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهناخد المقاسات بتاعتنا، ويا ريت اللي بيتفرج علينا لاول مره ما ينسيناش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلنا كل جديد، ويفعل علينا الجرس على الكل. دلوقتي خدت نص الكتف اللي هو 18، وحرده الباط هنعملها 7، واللي عايز يوسع يوسع عشان دي كده فيها زونت هيتعمل، فمش مشكله لو وسع. وبعد كده هننزل بحرده الباط اللي هي 16 برضو، ما ننساش ال 3 سم اللي بننزل منهم من عند نقطه الكتف، ميل الكتف 3 سم. دلوقتي هناخد دوران ربع دوران الصدر اللي هو 20، وطبعا هننزل بالخط العمودي من الكتف لحد تحت عشان يدينا الدوران. طبعا انا بعمل الامام لوحده، فلازم هعمل التعديلات من اولها، فانا هدخل السنتي ده اللي هو بتاع حرده الجيرو. بعد كده هناخد طول الوسط عندنا 35، بعد كده هنعمل طول الجناب عندنا عملناه 15. طبعا طول الفيست هيبقى 75، انا كنت رسمها على 70 بس هيبين لكم انا بقص ان انا زودت 5 سم كمان. طبعا هنا هنعمل الوسط نفس دوران الصدر، نازل دغري على طول. ده مقاس البنت. بعد كده هناخد دوران اكبر حجم، الربع بتاعه 23، وهنوصل بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده بالايد، مش محتاجة مسطرة بصراحة. ده سن عيلة عندها 9 أو 10 سنين على فكرة. طبعا هنعمل الخط اللي هو 70 الأول، بعد كده هيبان لكم اللي أنا عملته 75. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كده يعتبر خلصنا الأمامي خالص. طبعا أنا عايزة أعمل الخلف في الناحية التانية، فأنا عايزة أقيس بس الأول المسافة هتقضي اللي انا هطلع منها زونت ولا لا. فطبعا باجي من الناحية التانية بشوف الامام اللي انا عملته ده اكبر حجم اللي هو اللي انا رسم الرسمة كلها، هي بتاع 25، فانا هقيس المسافة اللي انا عايزاها برضك من هنا ل 25، واشوف الباقي هيقضي ولا لا. يا دوبك انا كده انتبهت للرسمة، وزي ما انتوا شفتوا قلت لكم انا ما كنتش واخدة بالي من التصوير خالص. خلاص بعد ما اتأكدت ان المسافة هتقضي الزونت، دلوقتي هبتدي افصل بقى الامام عن القماشة عشان استعمل الامام ده كبطرون للخلف، احطه على القماش من الناحية المقفولة الناحية التانية. تمام كده. في كلمتين كنت عايزة اقولهم لكم في متابعة ليا على الفيديو، وهي مشكورة وضحت لي حاجة او نقطة معينة، فانا هوريها لكم بس لما تتيح الفرصة في الفيديو ان انا اوريكم التعليق بتاعها بخصوص الفيديو اللي فيه الفستان الصغير اللي انا كنت عاملاه ده، اللي هو ايه ادوار كورنيش. هي بتقول لي طب عقبال ما نقص بقى نتكلم. هي كانت بتقول لي ان انا ما تبخليش علينا بالمعلومه خالص. انا عمري ما هبخل عليك ولا على اي حد حتى في الحياه الخاصه ان انا بمعلومه افيد بها حد. اولا دي حته كانت فاضله من فستان، وانا حاولت ان انا اعملها الكورنيش دي تقدير منك انت للحاجه. في ناس مش عايزه كشكشه كتير، في ناس عايزه كشكشه كتير قوي، فانت اللي بتحدديها. لكن هي بتزيد يعني بحاجات بسيطة عن المقاس اللي قبل منه، يعني الوسط لو 50 انت عايز تزودي 20 30 براحتك خالص، وبرضك نفس الوضع في الكورنيش التاني من تحت، بس مش اكتر من كده. وانا متشكرة ليلى، هي وضحت لي حاجة زي، وان شاء الله هبقى اوضح كل خطوة، وشكرا للمتابعة ليها جدا. نرجع بقى لشغلنا. احنا دلوقتي انا فصلت خلاص الامام، وشفت برضك الخمسة سنت اللي انا زودتها من تحت، لان صاحبته كانت عايزاه طول وانا خدت منها اقصى حاجه هي عايزاها، كان المفروض 60، قالت لي لو القماشه جت معاكي اطول اعملي الطول اللي انت عايزاه. تمام كده. دلوقتي بقى انا حطيت الامام كبطرون على الجزء من الناحيه المقفوله عشان اعمل الخلف. طبعا لو شايفين الشفه، في شفه نبيتي كده من على طرف الامام، دي جايه لوحدها متنيه مع القماشه، فانا هستغلها عشان كده ما سبتش مسافه عشان تركيب السوسته. دلوقتي انا خلصت خلاص الامام الخلف، وهقصه بالظبط كده. انا مش عايزه اقول لكم القماشه دي تقيله قد ايه، عشان كده انا مش هكمل قص المشكله في دراعي، مش هكمل قص الخلف.
يعني انا بعمله براحتي قوي يعني، بعد من بره من بعد الكاميرا. دلوقتي انا خلاص اهو الاتنين مع بعض هطبقهم، وابتدي اعمل الزونت من الحته اللي فاضله برضك هصفيها. انا كنت واخده طول زونت كان على البنت لابساه، طوله من عند حاره الرقبه لحد اخر فوق الراس كان 35. فانا هنا القماشه هصفيها معايا هتبقى 35 او 40، عشان لسه هنتني، وهعملها عرض المربع 26 سنتي. دي حسب القماشه، ال 26 دي حسب القماشه، بس انا شايفه ان هي حاره الرقبه بتاعت بنت صغيره عمرها ما هتيجي 26، هتيجي بكتير يعني 22 23 بكتير، والفرق الزياده ده اللي انا هتنيه من الزنط. احنا كده خلاص صفيناها، وهنيجي من زاوية معينة، اي زاوية، لان اللي هما طول وعرض كل طولين وعرضين زي بعض. هنعمل دوران عشان عند الراس، بس من ناحية اللي هيبقى الدوران هو اللي هنفس الشغل، هيبقى هنطلع من فوق كده بتاع 3 او 4 سنتي، وهنديها لنص المسافة على ما فيش زي ما انتوا شايفين كده. والناحية التانية دي اللي انا هتني منها ايه، اللي تبقى عند الوش من قدام. هنصفي بقى الدوران ده، وهنصفي الحتة الصغيرة اللي احنا تنيناها اللي هي هتبقى عند حاجة الرقبة الخلفية. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي خلاص احنا خلصنا الزونت بقى، وهنبتدي ايه على المكنة. زي ما انتوا عارفين كده انا بخيط برضك في المحل لكن بقص في البيت. هبتدي بقى ايه، اول حاجة اللي هي الاصغر حاجة في الموديل ده اللي هو الزونت، فانا هشطبه وهخيطه كله من داير ما عدا الفتحه اللي هي عند الرقبه والفتحه اللي قدام اللي هي عند الدوران وعند حرده الرقبه الخلفيه. وطبعا لو لاحظت ان القماشه صغيره فانا مش هعمله بكم، مفيش قماش، فانا هعمله قط. واخدين بالكم؟ انا دلوقتي عملت الدوران وخيطته، وهبتدي بقى ايه، ابتدي الزق الكتاف مع بعض كده. لازم اثبت الاول الكتاف قبل اي شغل. طبعا دي قماشه ميلتون وش، والتانية فرو اللي من جوه الابيض ده فرو، فتقيله جدا. وطبعا وانا بقص الوبرات الصغيره الفتر الصغيره دي اللي هي بتبقى البيضه اللي على النبيتي ده من القص الفرو بتاعه. طبعا لازم ادبس عشان ده تخين جدا، واكيد انتوا لاحظتوا تحت الدواسه كانت الخياطه مش باينه خالص وغارزه لجوه، يعني ده مش محتاج متبطن، هو متبطن كمان بطانه تقيله. دلوقتي احنا خلاص هنثبت الكتاف، واهم حاجه في الموضوع ده يا جماعه التشطيب بتاع الفيست ده، تشطيب الميلتون بيبقى زي الجاهز وهيبان لكم في الاخر، والله شكله جميل جدا. هو مش هيبان الا على صاحبه الحاجه، فانا هصوره لكم. بس طبعا انا بعد ما خيطت الكتاف لازم اعمل اوفر، وعملت كمان حرده الجيرو اوفر عشان يبقى على نظافه. دلوقتي هعمل الشيمه بقى. الشيمه دي من ضمن التشطيبات المهمه جدا في السويت شيرتات او الحاجات اللي هي الميلتون، بتبقى زي الجاهز بالظبط. انا طبعا عملت اوفر الزونت اللي هو الخط اللي في النص، وكمان اللي قدام اللي هو هيتني عند اللي هيتمسك في حاره الرقبه الاماميه. فدي مديها شيمه شكلها جميل جدا، يعني سايبه بتاع نص سنت كده ومديها شيمه. زي ما بيقولوا كده اهم من الشغل ظبط الشغل، والله المستعان، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. وانا بشكر مره تانية المتابعه اللي هي كتبت لي على التعليق ده، يعني ايه، اديني النصيحه زي ما بيقولوا. خلاص خلصت الزونت، وابتدي بقى ايه، انا عامله فرد في نص الرقبه الخلفيه دي اللي انا هثبت عليها الخياطه بتاعت النص بتاعت الزونت. فطبعا انا بقيس حاره الرقبه بالمظبوط عشان اشوف الزياده فين، فانا لقيتها زياده، فبصوا بتنيها لجوه كده زي ما انتم شايفين عشان بتديني تشطيب كويس. للعلم بس، انا ممكن قبل يعني، او المفروض ان انا قبل ما اعمل الخطوه دي لازم اثبت السوسته الاول، عشان الخطوه بتاعت تاني القماشه دي من على الطرف لازم تكون بعد ما الزق السوسته فيها. بس للاسف انا ما كنتش لاقيه سوسته الطول بتاعها خالص، فانا قلت ايه هسيبه، فقلت لا انا هشطبه وهعمل السوسته ليكو، وبعد ما اخلصه او قبل ما اسلمه هعمل السوسته ايه زي ما بقول لكم كده. بس هي الخطوه دي لازم قبل الخطوه اللي انا بعملها دلوقتي اللي هي تركيب الزونت، لازم اركب السوسته، ويبقى طرف السوسته فوق متداري داخل ما بين طبقه الزونت وطبقه اللي انا ملزقه فيها الايه الامام اهو، التانيه دي كده لازم تتني على السوسته. بس انا للاسف ما لقيتش سوسته طويله، واقنعتها ان هي زي ما انتم شايفين كده. بصوا التانيه او التشطيب كده،
والناحية التانية برضو بالمنظر ده، ده بيكون المفروض متركب خلاص فيها السوستة. انا بقول لكم الصح اللي يتعمل، حتى بس في ظروف بتخليك ان انت بتعملي خطوة قبل خطوة عشان تنجزي. طبعا حردة المكان اللازق للزونت في حردة الرقبة لازم هيتعمل بعد كده زون اوفر، وكمان هيتعمل له شيمة صغيرة. طبعا انا بتني الحرف بتاع الزونت، انا عاملاها تانية عادية خالص، لكن في ناس بتحط فيها رباط فبتسيب تعمل عروتين في اول التركيب قبل ما تركب الزونت، بتبقى بتعمل عروتين صغيرين عشان تطلع منهم الحبل بتاع الزونت. في افكار كتير وفي طرق كتير بتتعمل، بس طبعا اللي بيحكمني الحاجة اللي قدامي. طبعا انا خلاص انا عاملة اوفر الحردة الجيرو، فانا هتنيها تانية صغيرة وهريح القماش معايا، هريح القماش معايا خالص بالذات في اي دورانات. معلش برضك على الصوت بتاعي عشان انا برضك انا مش عارفة، بحب ان انا اسجل لكم الصبح اول ما اصحى عشان بيكون الجو هادي عندي في البيت، ابني في المدرسة وبابا في الشغل وكده والجو هادي، فعشان كده بحب اصور لكم في الهدوة دي. شفتوا التانية بقت بتاعت الحرد الجيرو، عشان البطانة تخينة فهي القماشة غرزة فمبينة الخياطة بالظبط شكلها ايه. ياريت اللي وصل معانا لحد دلوقتي في الفيديو ياريت يعمل لنا لايك واشتراك وتفعيلنا الجرس على كل عشان نوصل له كل جديد بإذن الله، وشكرا لكل المتابعين. دلوقتي احنا خلصنا، ناقص بس ان انا اقفل الجنبين من عند حردة الباط من تحت زي ما انتم شايفين كده. همشي على الخط الاحمر ده، انا عاملاه بالفلماستر على فكرة بس عشان ده تقيل ومش هيبان فيه خالص. اي نعم بهدل ايديا وبقت ايديا كلها احمر، بس قلت ايه اخلص الموديل بعد كده ايه ان انا اغسل ايدي. هتلاحظوها كمان في اول وانا بشرح ازاي اقصه. دلوقتي احنا خلصنا خلاص الزونت اهو، وبركب السوستة وهوريكي برضك السوستة دي الصغيرة قد ايه من تحت، بس قلت ايه في فيستات بتبقى في مسافة من تحت ايه فاضية، مش هتعمل مش بالعكس هتديها ايه شكل حلو. واخدين بالكم اهو انا بخيط المسافة دي بتاع ايه 15 سنتي كده ايه ما فيهاش سوستة، بس لسه هيبتني. لو ملاحظين ان انا قافلة السوستة في البداية خالص وبعد كده هفتحها عشان اظبط المسافة وعدلة السوستة، لان دي سوستة جرارين مش جرار واحد. وبرضو هيبان ان انا بعد ما بعملها لازم بخلي القماشة هي اللي من تحت، لان القماشة بتمط، فانا قصدي ان انا اخليها على الدواسة تمام. وبس بظبط برضو عفوا بظبط ايديا ان انا من تحت القماشة دي جاية بالظبط على السنون ولا لا ولا لا. دلوقتي بقى الاتجاه التاني بشوف بقى من فوق البداية عند الحديدة اللي هي بتبقى في السوستة مسافتها قد ايه بالظبط عشان ما يبقاش واحدة طالعة وواحدة نازلة. وبرضو كهو زي ما قلتلكم بخلي القماشة من تحت بالظبط كده. دي حاجات صغيرة كده بس بتبقى مهمة جدا وبتدي شكل للحاجة حلو قوي. دي من ضمن الف به التشطيبات او الفينش بتاع الخياطة. يا رب اقدر اكون بوصل لكم فكره او معلومه كويسه وتقدروا تستفيدوا باذن الله. ولا انا متقبله على فكره اي تعليق او اي انتقاد من اي حد، بالعكس ده بيفيدني مش بيضرني. شوفوا شكل السوسته اتعملت ازاي، يعني هي بالقدر كده ان التانية بتاعت الشفه بتاعت السوسته دي جايه في القماشه. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويا رب يعجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.